السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة. فيديو النهاردة إن شاء الله هقولكم رأيي بصراحة في منصب بنش بعد استخدامات كتير خالص. يعني بص، أنا استخدمته يمكن لحد ممكن فوق 12 و15 مرة، كل شهرين أو 3 شهور بجيبه وبستخدمه. ده جاي أقولكم رأيي فيه بصراحة. صراحة يا جماعة هو اختراع. بصوا من الآخر، لما بستخدم الغسالة بيرجع الغسالة كأنها جديدة بالظبط. الغسالة بترجع بتنظف زي الأول، وريحتها بتبقى حلوة، والغسالة يعني ايه ذات نفسها بتبقى من جوه نظيفة. جد يعني حاجة اختراع منظف ده. فعشان كده أنا بنصح أي حد إنه يستخدم الغسالة بتاعته حتى لو كل 4 شهور. يعني مثلا كانت إمكانيات ما تسمحش إنك تجيبيه كل شهر زي ما مكتوب عليه، ممكن تجيبيه مثلا كل 4 شهور، كل 3 شهور، آخر ما تلاقي غسالتك خلاص ريحة المواعين بتطلع منها مثلا مكمكمة، مش بتنظف، الغسالة ذات نفسها مش نظيفة. فانت ممكن تجيبيه وتستخدميه كل فتره بعيده. هو الاساس زي ما قلت لكم بستخدم كل شهر، بس انا الصراحه بستخدمه كل 2 او 3 شهور. بصوا هو ده شكله اهي، هو صناعه بولنديه اهي، صناعه بولندا، ومقداره 250 مللي. زي ما قلت لكم هو مكتوب عليه انه المفروض يستخدم كل شهر، بس انا الصراحه بستخدمه كل 3 شهور او 2 شهر. يعني من الاخر كده اول ما الاقي ان الغساله خلاص مبقتش زي الاول. بس بجد يعني انا بنصحكم انو تجربوه. هو عباره عن 2 سائل، سائل ابيض من تحت وسائل ازرق من فوق. دولك هقولكم ازاي تستخدموه، واستخدمه على فكره بسيط خالص. طريقه الاستخدام بالتفصيل، هادي شايفين اللزقه دي، هشيلها بالشكل ده. بس كده بصوا انتوا شايفين الماده الشمعيه من تحت، دي عباره عن ماده شمعيه، لما دي مش بتشال خالص. بس انا لما اجي احطه في الغساله مثلا واقلبه تحت ونشغل الغساله على اعلى درجه، الماده الشمعيه دي بتسيح، وبعد كده بتطلع السائل هو اللي بينظف الغساله. عشان كده انا مش هشيل غير اللزقه دي بس. اهو في رف الغساله من تحت، مش الرف اللي من فوق، لا في الرف اللي من تحت. هجيب المنظف زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم اهي قاعده الماده الشمعيه فيه. هقلبه كده لتحت اهو، واحاول اثبته خلاص بس كده. بعد كده هدخل الرف، مش بس اللزقه دي، واقفل الغساله. خلاص هقفل باب الغساله. انا بقى دلوقتي هستخدم اقوى برنامج واعلى درجة حرارة. انا عندي اقوى برنامج هنا، برنامج 70، بقى انت حسب غسالتك. والبرنامج بيكون اقوى برنامج او البرنامج للدهون المستعصية. في بعض الغسالات بيكون مكتوب عليها انتنسيف، في بعض الغسالات بيكون مكتوب عليها درجة الحرارة هي اعلى درجة حرارة دي. فانا هختار البرنامج ده، هو اقوى برنامج فيه بتاع الدهون المستعصية. شغل بقى الغسالة، اختار البرنامج. انا مدة عندي 2 ساعة وربع. خلاص كده البرنامج اشتغل. هبقى اجي اوريكم النتيجه النهائيه بعد الغساله ما تخلص الدوره بتاعتها. خلاص كده الغساله خلصت البرنامج، هنفتحه مع بعضنا ونشوف. بسم الله اهي، خلاص كده الغساله خلصت. بس اشوف نظيفه ازاي. بصوا بس هي مش ظاهره عشان لسه البخار قاعد عليها. بصوا بس لسه فاتحه دلوقتي حالا.